يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اقترض من شخص مبلغا من المال ثم سافر ذلك الشخص وانقطعت عني أخباره من سنوات، من اقترض من شخص مبلغا من المال ثم سافر ذلك الشخص وانقطعت عني ذلك الشخص، من هو الشخص، المقرض ولا المقترض؟ إنه المقرض يا شيخ. المقرض يقول انقطعت عني أخباره فماذا أفعل بهذا الدين؟ تبقيه عندك في ذمتك، فإذا جاء صاحبه تدفعه له، وإن كان تبين أنه ميت تدفعه لورثته. نعم.